الفريكوانسي اللي بنبعت بيها الالترا ساوند دي برضو بتحدد حاجات كتيره جدا بالنسبه للصوره. في الوقت الحالي يعني بيبقى في عندنا اريز تسمح ان احنا نقدر نعمل اكوزيشن لمالتيبل فريكوانسيز بنفس الترانسديوسر. يعني احنا اول حاجه نحب نعرف الايفكت بتاع الترانسديوسر ايه على الصوره. فبدايه كل ما الاتينيويشن كل ما الفريكوانسي زادت كل ما الاتينيويشن زاد. الاتينيويشن معناه ايه؟ معناه ان انا لما بدخل جوه التيشوز في الالتراسونيك ويف اللي انا ببعتها دي بيتم امتصاصها بواسطه التيشوز الموجوده. فالافرج التراسون اتينيويشن داخل الجسم، او مش الافرج، بتكلم على الحاجات اللي مثلا ممكن تبقى موجوده في الليفر مثلا، بنتكلم على ان هي 0.5 ديسيبل بير سنتيمتر بير ميجا هرتز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو بتكلم ان انا دلوقتي بعمل اكوزيشن ب مثلا 5 ميجا هرتز وبمشي 1 سنتي، يبقى معنى كده انا الاتنويشن بتاعي هيبقى 0.5 تايمز 5. لما بتكلم على مثلا ان انا باكواير من 20 سنتي، يبقى معنى كده 0.5 تايمز 20 تايمز 5. لما بتكلم على حاجه زي كده بيبقى طبعا الاتنويشن بيبقى عالي جدا. لما بتكلم مثلا 0.5 في 20 ادي كده 10 في 5 يبقى 50، يبقى معنى كده 50 ديسيبل ريدكشن. 50 ديسيبل دي حاجه ضخمه جدا، عشان يبقى عندك فكره احنا بنتكلم على في ديسيبل سكيل 20 معناها 10 اكس. بنتكلم على 40 ديسيبل معناها 100 اكس، يعني السيجنال قلت بمقدار 1 على 100. 60 ديسيبل بنتكلم على 1 على 1000. فاحنا بنتكلم على ان السيجنالز نفسها الاتنويشن بتاعها، يعني احنا بنتكلم طبعا ان هي طبعا احنا بنتكلم على ان السيجنال اللي هي الالترا ساوند بالس اللي جايه دي على بال ما بتوصل 20 سنتي بتكون قلت 50 ديسيبل. لما بتكلم بقى انها تروح وترجع يبقى بتكلم على 100 ديسيبل. يبقى بالتالي يعني 100 ديسيبل دي حاجه ضخمه جدا، بنتكلم على يعني رقم كبير الحقيقه، رقم كبير. معنى بنتكلم على حاجه في حدود مثلا 10 اس 5، 10 اس 5 يعني بنتكلم على 100000. يعني لو عندنا مثلا اول ايكو رجع لي كان مثلا 0.1 فولتس مثلا، يبقى معنى كده اخر ايكو هيرجع هيبقى بنتكلم على حاجه في حدود مثلا 100 ملي فولت، يعني 10 ملي فولت اكشوالي. 10 ملي فولت هيبقى 0.10 معلش سوري 100 مايكرو فولت. اوكي 100 مايكرو فولت دي هتبقى صغيره جدا جدا، وبالتالي ممكن تبقى في الرينج بتاع النويز، وبالتالي في اخر الصوره ممكن نلاقي ان احنا مش شايفين حاجه في براكتيكال. يعني فالاتنويشن الحقيقه بتقول لنا ان احنا كل ما علينا بالفريكوانسي كل ما الاتنويشن زاد بالايكويشن دي بطريقه لينير. اوكي ودي حاجه الحقيقه مش كويسه، يعني معنى كده ده افكت نيجاتيف لان احنا نعلي الفريكوانسي. طب احنا بنعلي الفريكوانسي ليه؟ ما انا طالما يعني بتبقى فيها مشكله في الاتنويشن ليه بنعلي الفريكوانسي؟ عشان في ميزه مهمه جدا ان الايمج ريزولوشن بروبورشن الويف لينث، والويف لينث بيسكلي هو واحد على او يعني بيبقى عباره عن السي على اف، يعني اللي هو الفيلوسيتي بتاعت الالترا ساوند على الفريكوانسي، يعني بيتناسب عكسيا مع الفريكوانسي. يعني بيسكلي كل ما انا يعني كل ما انا صغرت له عايز اصغر الويف لينث يبقى عايز اعلي الفريكوانسي علشان تديني ريزولوشن احسن. يعني معنى كده الفريكوانسي لما بتعلى الاتنويشن بيعلى ودي حاجه مش كويسه، بس الايمج ريزولوشن بتعلى ودي حاجه كويسه. فبالتالي عندنا تريد اوف. طبعا الطبيب بيحاول يختار الفريكوانسي المناسبه علشان يقدر يشوف الحاجه اللي هو محتاج يشوفها داخل الجسم. الحقيقه بقى عندنا دلوقتي في مالتي فريكوانسي بروبس. المالتي فريكوانسي بروبس بيبقى الباند ويث بتاعها واسع جدا. عادة الحاجات اللي بقت موجودة دلوقتي، التكنولوجي اللي بقت موجودة دلوقتي بتاعت ترانسديوسرز، هتلاقي فيه ترانسديوسرز يقول لك عليها ان هي 100% باندويث. 100% باندويث يعني معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي السنتر فريكونسي هنا 10 ميجا، يبقى معنى كده هتبقى 10 ميجا بلس ماينس 5 ميجا، يعني الباندويث بتاعها 10 ميجا نفسه. اوكي؟ فبالتالي اقدر ان انا اكواير بال 10 ميجا واكواير ب 12 ميجا او ب 11 ميجا واكواير ب 9 ميجا، ما يبقاش في مشكله طالما هم داخل الباند ويث بتاع الترانسديوسر. فكده بيبقى ممكن بنفس الترانسديوسر يبقى في جهاز الالترا ساوند يبقى فيه سيتنج يقول لي انا عايز اختار الفريكونسي اللي هستعملها على الترانسديوسر دي هتبقى كام، وبالتالي نقدر نحصل على صور مختلفه. يعني على سبيل المثال هنا مثلا لما استعملنا مره 10 مره 11 مره 9 زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي ان احنا عندنا بالنسبه لل10 شكلها كده. لو رحنا لل8 هنلاحظ ان احنا دلوقتي الاجزاء اللي تحت دي شايفينها احسن، الاتنيويشن بقت اقل. لل8 الاتنيويشن بتاعتها اقل من ال10، فشايفين الجزء ده بوضوح. بس اكشوالي الريزولوشن هنا احسن من الريزولوشن هنا. الصوره هنا دقه الصوره هنا احسن من دقه الصوره هنا.
وممكن نلاحظها مثلا في الحاجات اللي هي دقيقه اللي موجوده عندنا هنا، الخطوط نفسها نلاقي ان الخط هنا شكله بيبقى فيري نارو، هنا تلاقي الخط بيبقى ثيكر. لو رحنا لل12 ميجا، لا ده هنا بقى ريزولوشن احسن واحسن كمان، يعني مثلا ممكن نبص على الجزء ده كده نلاقي ان الخط ده ارفع بكتير من الخط اللي موجود هنا. بس المشكله هنا ان يعني على قد ما الريزولوشن هنا افضل، على قد ما بقى فيه اتينيويشن اكتر بكتير قوي. فهنا احنا عملنا تريد اوف، هنا الريزولوشن احسن ما يمكن بس الاتينيويشن وحش، هنا الاتينيويشن احسن ما يمكن بس الريزولوشن ما هياش كويس. الطبيب بقى بيتعود على ان هو في الابلكيشن الفلاني يبقى بيستعمل الفريكونسي الفلانيه، عشان هو غرضه ان هو يشوف حاجه معينه يعني في مكان معين باحسن طريقه ممكن. فدي واحده من الحاجات اللي الطبيب بيتحكم فيها علشان يقدر يغير الكواليتي بتاعت الصوره للحاجه اللي تناسب الابلكيشن اللي بيعمله.